لعبتان، ما أنطي بحول. لماذا يكنى أبي القاسم بأبي القاسم؟ عزيزي هذه ليست كنية، هذا اسم، هذا اسم، اسمه أبو القاسم وليس كنيته أبو القاسم. شيخ هل عندك مشكلة مع السنة؟ لا عزيز، لماذا عندي مشكلة مع السنة؟ عزيزي ما أكو إنسان شيعي يتبع أهل البيت ويكون عنده مشكلة مع أهل السنة. ما هي المشكلة مع أهل السنة؟ كل إنسان يشهد الشهادتين عندنا مسلم، كل إنسان يشهد الشهادتين عندنا مسلم، إلا إذا ثبت بأنه ينكر ما هو الضروري الذي يؤدي إلى إنكار نبوة النبي، ممكن هنا تصير أكو مشكلة. ماكو أي مشكلة. أنا أساسا عزيزي كنت معتقلا في التسعينات في معتقل سياسي، طبعا بعض الناس كانوا يأتون يقولون لي أنت شيعي أو سني، قلني لا، لم أكن أفرق أيضا بين السنة، مع أنني كنت معتقل بقضية سياسية شيعية، يعني كنت معتقل بقضية كتب شيعية ممنوعة، مع ذلك كانوا هكذا يعاملوني، لأن أنا أساسا ما أؤمن. حتى أنني كنت آكل يعني مع الأخوة السجناء، كان الشخص اللي يأكل معي سني فقط، سني، كنا أنا وسني ناكل سوية. طبعا هو كان قضية سياسية، إنما كان قضية قتل بالخطأ، وكان يحبني جدا، أنا أيضا أحبه أيضا لحد هذه الساعة، إن شاء الله يكون حي، لأنه كان إنسان ملتزم، حتى أنه أحيانا كان يطبق الأحكام الشرعية اللي يمطيه إياه اللي يسمعها مني. قلت له أنت مين يصير تطبخها؟ قال لا أنا أثق بيك. قال لي أي حكم شرعي برواية صحيحة أنا أخذها، ما عندي مشكلة حتى لو من عندك، بس لأن أنا أثق بيك. فقلت له بكيفك. حتى أنه كان يصلي، يعني صور كان يكتف ويصلي على التربة، صلي على التربة. قال لي ليش شيلها مع أنه هو سني. قلت له ما يصير هيك. قال لا ما لك علاقة. قال ما دام أنت أثبتت لي بأنه صلاة على التربة شرعية إذن أنا أصلي عليها. عزيزي المعلم، عزيزي المعلم، إذا عندك سؤال بفائدة تقدم به، أما إذا ما عندك سؤال يعني ترى سخرت أو ما سخرت ما راح تقدم ولا راح تقدم. إحنا ما راح ينقص طولنا ولا راح ينقص وزننا إذا سخرت، لأنه بالنتيجة كل إنسان سيعرض هو ما أعماله عند رب لا يخفى عليه صغيرة ولا كبيرة. إذا كانت عندك أعمال فزد منها فيما هو في رضا الله سبحانه وتعالى. أما الأعمال السيئة من قبيل السخرية، هذه الأعمال سيئة، ترى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء، يعني هذا هو خوف القرآن. على كل حال